الأستاذ المنسق والنائب الأول الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لمهني سيارة الأجرة والنقل، كما جرت العادة في جميع المحطات النضالية والوطنية. اليوم كنحتفلوا بذكرى عيد الاستقلال في ذكرى 63، وكنعبروا من خلالها على تشبتنا بالثوابت وبالمقدسات، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وأيده. وكنمرروا رسالة للأجيال القادمة والمقبلة، وكنذكرهم بالملاحم البطولية والوطنية اللي عرفتها بلادنا وكفاحها الطويل والمرير من أجل الحصول على الاستقلال. وكان ذلك بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيقه في الاستقلال كذلك جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي واصل المشوار وسار على الدرب. وكما جرت العادة فإننا كما سبق الذكر في جميع المحطات التي وجميع الاحتفالات التي نخوضها سواء وطنية أو دينية أو إقليمية، نوجه رسالة لجميع الأطياف وجميع المواطنين وجميع الأجيال للإحاطة والتوسيع والتذكير بالتاريخ بهذه المحطات التي نمر من خلالها. وما اليوم في ذكرى 63 ذكرى عيد الاستقلال المجيد، كنعطيو صورة واضحة لهذا الجيل باش كيعرف المدى البطولات والتضحيات الذي خاضها المناضلون والمقاومون والشهداء ليبقى هذا الوطن عزيزا حرا مستقلا أبيا في مصاف الدول النامية والمتقدمة. وكنبغي نوجه الشكر الجزيل لجميع الإخوان المناضلين في المنظمة، وعلى رأسهم السيد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمهني سيارة الأجرة والنقل السيد عبد الحق مؤمن، وكذلك السيد حسن مؤمن. وكنوجه الشكر الجزيل لجميع السلطات المختصة التي ساهمت وساعدتنا في إنجاح هذا العيد الأممي وهذا الحفل عيد الاستقلال في ذكرى 63، وشكرا جزيلا.